أيام قليلة قبل عيد الفطر، يشرع الكثير من الأولياء في اقتناء ملابس العيد لأولادهم، لكن في الكثير من الأحيان قرار اختيار الملابس أصبح من نصيب الأطفال. الوالدين يحبوا هما يخيروا لي زونفون تاعهم، مي لي زونفون يحبوا هما يخيروا واش يحبوا يلبسوا، دراي هما يقروا. ميم تكون سوما غالية. كما شي دي بارون دوك لي زونفون ما لهم يخيروا اللبسة. أغلبية هما اللي يخيروا لبعضهم. تسمى ماشي قال يسمع كلام بابا ولا بابا يصيروا يقولوا لا ادي هذه بالسيف، تسمى راهم طالقينهم على راحتهم بسم الله ما شاء الله. والله كاين اللي يقبل، كاين اللي يتقلق، كاين اللي يرضى، وكاين اللي يقول له دير رايك، يدخل لهنا يقول له دير رايك، خليني انا واقف تما كي تكمل كاع انا غير نخلص. الاولياء الذين التقينا بهم ايضا اكدوا لنا ان الابناء هم من يختارون البستهم، وذلك لان ما يرونه يليق بهم قد يراه الابناء مختلفا ولا يتماشى مع صيحات الموضة. هو اللي يخير لبسة تاعه. وانت عجبتك ولا لا؟ سي عجبتني. عجبتك؟ ولا وش رايك؟ شريت انا خيرت. ولا غير جبت الدراري يا مدام، على كل حال يماهم هبطت تشري لهم، وهادو ما صغار على كل حال شريت لهم. كيما يقولوا عندي بنتي هي اللي تحب تخير صغير، على كل حال ما نقدرش نشري لها وحدي انا، لازم هي تخير. الدراري هذوك ولا هما اللي يتشرطوا، لازم تشري لهم شي يحبوا هما. دوك الجيل تبدل، صار هادو مش كيما تاع وقت فات، سي فورسا لازم ندير لهم على قصتهم. هذه هي انا خويا الكبير كي نولي لعفايس في الحانوت نقول له تشريهم، ولا يقول لي مدخش راه خير نشري، نحب نشري كيما نحب. انا نحب نخير قش وحدي، لا شغل كاين حاجات يحجبوني انا نحب نخيرهم، شغل ما نحبش يخيروا لي هما، شغل واش يعجبني انا نخير نخيرهم. الجميع يريد الظهور بلباس جميل وأنيق خلال العيد، ما جعل عملية اختيار ملابس العيد الخاصة بالأطفال من نصيبهم، لكن تحت رقابة الأولياء.